الآن وحصرياً استديوهات أهم سدفات أقبلت بدر البدر رشوا القعد أقبلت بدر البدر رشوا القعد قوموا يا كل الحضور وقفوا يا الجالسين أم ناشي الله كل حزن وحلا فارقة بين الملاك إنها الرسمين في خمن نسل الشيوخ كلها هبة وشموخ وارث الطيبة بها وربع افرحي بحلى الليالي يا عسى سنين الطوال بس عدى الله هم ناشي الغربال افرحي بحلى الليالي يا عسى سنين الطوال بس عدى يمتزين انت عايض الكريم راعي الفعل العظيم جعل في جنة نعيم عند رب العالمين افرحي يما العريس والعمي يما العريس امها نورا مثال للكرم اسم الخصال الله يسكنها الظلال في جنان المتقين وانها علي وناهض لهم راية سديد نفتخر بهم نشيد الكفو ضرب اليمين وقبلوا خواتها فارقت من الورى كلهم جوم بذال ليلة ضم الأسفرة افرحي يما العريس والعبي يما العريس هل سحمي الزحول يا معرب تنصول لا بتمجد ربت الخلق الحسين افرحي يما العريس والعبي يما العريس اقبلت بدر البدور رشوا القعد زهور قوموا يا كل الحضور وقفوا يا الجالسين ام ناشي الله كل حزن وحلا فارقة بين الملاك انها الدرة ثمين في خمن نسل الشيوخ كلها هبة وشموخ وارث الطيبة بها وربع طيبين افرحي بحلى الليالي يا عسى سنين الطوال بس عدى يمتزين هم ناشي الغوال افرحي بحلى الليالي يا عسى سنين الطوال بس عدى يمتزين انت عايض الكريم راعي الفعل العظيم جعل في جنة نعيم عند رب العالمين افرحي يما العريس والعمي يما العريس وامها نورا مثال للكرم اسم الخصال الله يسكنها الظلال في جنان المتقين وانها علي وناهض لهم راية سديد نفتخر بهم نشيد الكفو ضرب اليمين وقبلوا خواتها فارقت بين الورى كلهم جوم بذال ليلة ضوء الأسفرة افرحي يما العريس والعمي يما العريس هذا سحمي ينزحون يا معرفة الأصول لا بتمجد وفعول لا بتمجد وفعول من قديمة السنين دوتك أبيات الجزال من بناتك الغوال هم بنات الريان ربة الخلق الحسين افرحي يما العريس والعبي يما العريس 737 أو من